برنس الشاشة كده، الناس كلها ما شاء الله انت ليك اعمالك كلها مميزة وجميلة وما شاء الله، بس في بداية اعمالك كده وبدايتك دخول السينما او الدراما المصرية كان ناس بتقول ان هي دخلت بالصدفة عن طريق الصدفة، هل الموضوع ده صح او غلط وبدايتك كانت ازاي؟ والله انا بالنسبه لي كانت صدفه 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 بمعنى الكلمه. يعني اتمنى اعرفها دلوقتي. انا طول عمري كنت عايش بره، يعني انا جيت مصر انا 26 سنه من عمري كنت عايش بره مصر. تمام. وطلعت من مصر وانا صغير عندي 17 سنه. وجيت مصر طبعا اعمى جاهل عن كل الاحداث وكل حاجه في مصر، حتى الطرق كنت بتوه فيها. تمام. خدت بالك؟ ودخولي المجال الفني جه فعلا بالصدفه البحته يعني، ودي قصته كبيره. يعني دي عايزه مثلا اقل ما فيه حلقه. لان هو فعلا حوار كبير يعني على ما دخلت انا المجال. جميل. انا كنت كان في اعلان في التلفزيون باختصار يعني. كان في اعلان في الجورنان في الايام دي ومطلوب ممثلين وبتاع، وانا كانت عندي كده شويه حاجات في البيت قرفاني. فروحت المكان ده واتقابلت مع الناس وقالوا لا انت تجيلنا يوم كذا في المكان الفلاني وكذا ومش عارف ايه. فروحت يوم التصوير دوت وقعدنا، وكان معايا طبعا نجوم. نجوم مفيش داعي طبعا لذكر الاسماء لان الفيلم ده اصلا كان مصيبه يعني. وقبل ما نصور وكده او بنصور كنا لقيت الناس بتجري وبيلموا المعدات والحاجه، انا ما اعرفش حاجه انا قاعد. أيوة طبعا. ايه يا جماعه في ايه؟ قال لك المخرج مش نقابي والمنتج مش نقاب، حاجه وهميه يعني. تمام. فمن من خلال القعده دي بقى في زملاء كانوا موجودين، في ريجيسير مش قول الممثلين معانا في العمل، ولقيتهم بعد فتره بيكلموني بقى. تمام. بدات من هنا يعني. بدات بالاعلان ثم الكليب ثم تواليت الاحداث. بدات بعد كده بفيلم سحر العيون. سحر العيون ده كانت انطلاق الحضاره. دي كانت اول حاجه ليا يعني، خدت مشهد كده مشهدين بتكلم فيهم ثلاث اربع كلمات مع نيلي كريم. ما شاء الله. طب قول لي يا فنان، كنت عامل عمليه في العمود الفقري من اصعب العمليات، وبعديها بكام يوم جالك عمل نزلته واشتغلته، ايه التحدي الرائع ده؟ بصي انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. وحاشق والهان مجنون بالشغل. يعني انا بدي ربنا يعني ياخد وديعته وانا في شغلي. ربنا يديك الصحه. تبقى بهدله بس ابقى في شغلي. ربنا يديك الصحه. انا كنت عامل عمليه في الفقرات العنقيه 17 غرزه بسيطه يعني. وبعد ما طلعت طبعا بعد ما طلعت من العمليات قعدت يوم في المستشفى والتاني مشيت روحت. بعديها بثلاث ايام بالظبط كلموني. فنزلت كلمني يعني اللي كلمني تامر نفسه ما زعلوش، ده تامر ابني يعني. تامر حسني. تامر حسني ابني يعني. فقال لي بص ما فيش حد في مصر هيعمل العمل ده غيرك. يتقل يعني، كنت معترض على حاجات تانية مش على اساس ان انا اروح يعني. فالمهم نزلت ورحت عملت المشهد والحمد لله. وكان قفايا بقى طبعا، وبرده من انجح الافلام. ربنا يديك الصحه. المشهد ده يعني لما عرضوه مقطوع نصه. ليه بقى؟ لان هو طبعا تامر دبسني ان انا ادفع الحساب 900 جنيه في المطعم وكده. ده السر اللي قطع نصه. ايه ده السر اللي قطع لا نصه. بعد كده بقى المفروض بيجي المتر بيحاسبني، فانا بقول له حاسبك على ايه 900 جنيه انا ما خدتش حاجه وبتاع. الجدال بقى يعني الخناقه.